بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه ابن حجر العسقلاني بسند صحيح، وابن أدي في الكامل، والطبراني بسند حسن. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد، وفي رواية 100 شهيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هقول لحضرتكم برنامج، لو أنتم مشيتوا عليه بإذن الله بنسبة 99% أضمن لكم أن يكون لك أجر 100 شهيد في الفردوس الأعلى مع النبي، والضمن هو الله سبحانه وتعالى. أول شيء تتأكد إنك بتاكل من الحلال، دي أهم حاجة. تاني حاجة، صلاة الفجر لازم في الجامع، لأن صلاة الفجر في الجامع زي ما قلت لكم قبل كده ثوابها آلاف المليارات من الأميال في الجنة، يعني يزيد ميراثك في الجنة آلاف المليارات في الجنة. وبينت لكم الدليل إنها أفضل من قيام الليل كله من الأول لآخره. والرسول قال إنها إن قيام القيام قراءة 1000 آية بس تاخد 1200 قنطار، والقنطار قد الدنيا كلها، يعني 1200 مرة قد الدنيا كلها. لا ده البيئة لصلاة الفجر أفضل من إنك تقف على رجليك طول الليل، يعني أفضل من كده بكتير. طبعا صلاة الفجر في الجامعة دي أهم شيء عشان تكون يكون لك الأجر ده 100 شهيد. الحاجة التانية اللي بعد كده التبكير لصلاة الجمعة. يعني إيه التبكير؟ الرسول قال في الحديث: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودهن من طيب أهله ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت، يعني قعد في الصف الأول، كان له كل خطوة يخطوها أجر قيام سنة وصيامها. لو مشيت لأبعد جامع، بس يعني بس لازم تروح في الساعة الأولى. يعني إيه الساعة الأولى؟ يعني بعد يعني تصلي الفجر وتروح رايح الجامع. طب الجوامع مقفولة، اقعد في بيتك اذكر ربنا سبحانه وتعالى، وانزل الساعة 9 تكون واقف على باب الجامع. أنا شخصيا بصلي الفجر وأروح أقعد بحط كرسي وأقعد جنب الجامع لغاية ما الجامع بيفتح، وبيكون في ناس قاعدة، رجالا وفي رجال ونساء، في واحدة بتيجي وراجل كبير في السن بيجي، وبيقعدوا 3 ساعات مستنيين الجامع يفتح. يعني تكون في الستين دقيقة الأولانيين بعد شروق الشمس، يعني الشمس بتشرق الساعة 5، قبل الساعة 6 تكون في الجامع. مش قادر تعمل كده، اقعد في بيتك اذكر ربنا سبحانه وتعالى، وانزل الساعة 9 اقف على باب الجامع لغاية ما الجامع يفتح، وتخش وتقعد في الصف الأول. لو الجامع بعيد لازم تمشي تصلي لأبعد جامع، بتمشي 1000 خطوة رايح 1000 خطوة جاي، ب 2000 سنة صيام وقيام، كأنك عشت 2000 سنة، صمت الليل وقمت النهار. يبقى اضرب الكلام ده، فيبقى في الشهر 8000 سنة، في السنة 80000، 10 سنين هتقابل ربنا سبحانه وتعالى معاك مليون سنة عبادة قيام وصيام. الحاجة الثالثة صلاة التسابيح يوم الجمعة، صلي التسابيح يوم الجمعة، لأنها أفضل، ثوابها يعدل مليون حجة مليون غزوة في سبيل الله. ليه؟ الإمام الدارمي روى عن أنس بن مالك: ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من يوم الجمعة، وتسبيحة يوم في يوم الجمعة أفضل من 1000 تسبيحة، وركعتان أفضل من 1000 ركعة. أي عمل صالح بتعمله يوم الجمعة بيتضاعف أكثر من 1000 ضعف. لذلك الخطوة، وأنت لو أنت بكرت يوم الجمعة بتبقى بقيام سنة وصيامها، مش بواحدة بتنزل بترفع درجة والتانية تحط خطيئة، لا. يبقى تصلي صلاة التسبيح يوم الجمعة، هتكون مزكين الله كثيرا والزكاة، وتخش الجنة بلا حساب، وهتاخد ثواب مليون غزو، مليون حجة مليون غزو. صلاة الضحى تتصلى 4 ركعات على الأقل، ولو صليتها 12 يكون أفضل. تكتب في كل يوم، تكتب عند الله: من القانتين والتائبين والعابدين والأوابين، كما جاء حديث أبي الدرداء. الصيام مهم جدا، تصوم الاثنين والخميس والثلاثة البيض. ليه؟ الأعمال بترفع يوم الاثنين والخميس، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وبالتالي الحسنة بدل ما تتضاعف ب10 تتضاعف ب1000 ومليون. في ناس الحسنة تتضاعف لهم بمليون، مش بقى ب10 بس، الصوامين. لذلك الرسول يحب ان يرفع عملي الى الله وصف. اذا الصيام بيضمن لك ان الحسنه، ان المضاعف الثواب مش بيبقى ب10، يبقى مليون او 100000 حسب اخلاصك. الحاجه اللي بعد كده اللي تعملها سوره الاخلاص، مهمه جدا. تقرا سوره الاخلاص كل يوم 500 مره 700 مره 1000 مره. والله في ناس بتقرا ليه؟ لو قريتها على طهاره على وضوء بعد ما تقرا الفاتحه لك بكل واحده قصر، ربما عده قصور، وبكل 3 مرات ختمه كامله للقران. يعني انت لو قريت 500 مره كانت ختمت القران 160 مره او 170 مره كل يوم، ويتبنى لك مئات القصور او الاف القصور كل يوم، ولها مناقب لا تحصى، ما اقدرش اتكلم عليها دلوقتي لك. لكن من الاعمال اللي ترفع درجتك جدا، وان شاء الله هتوصلك لهذا السؤال. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، التابعين والصحابه كانوا بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم 1000 مره. فجاء في الحديث، وحديث حديث حسن، ان لك بكل صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قيراط. القيراط معناها قد جبل احد حسنات. فلو صليت 1000 مره تاخد 1000 جبل زي جبل احد اللي هو وزنه 45 مليار طن. فالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مهمه جدا. السواك مهم جدا جدا،
يضاعف الحسنات 70 ضعف ويضاعف ثواب الصلاة 70 ضعف. روى بعض العلماء بسند حسن وصحيح: صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك، وركعتان بسواك خير من 75 ركعة بلا سواك. وضاعف الحسنات 70 ضعف كمان. فإذا السواك مهم جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم مات وسواك في إيده. في أربع أذكار مهمين جدا تقولهم: سبحان الله وبحمده 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل، لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله. لو قدرت تقولها كل يوم 1000 مرة قولها، أو حتى 500 مرة أو 700 مرة، بتدفع 70 باب من البلاء وشفاء من 99 داء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وبيده الخير وعلى كل شيء قدير. تقولها على الأقل 200 مرة، وتكثر منها بعد صلاة العشاء، لأن الراوي عن مجاهد إن الواحدة منها بس اللي بيقول الذكر ده بعد العشاء كأنه قام الليل إلى الصباح. يبقى لو قلته 100 مرة خصوصا يوم الجمعة، الناس سائلين يوم الجمعة أفضل من أي عمل صالح، بيتضاعف أكثر من 1000 ضعف. ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من يوم الجمعة، وركعتان في يوم الجمعة أفضل من 1000 ركعة، وتسبيح أفضل من 1000 تسبيح. يبقى أنت لو قلت الذكر ده ليلة الجمعة، يبقى هتحصل آلاف أو مئات الألوف من قيام 100,000 ليلة، 50,000 ليلة بالثواب العظيم. الإكثار من صدقة السر، صدقة السر، الصدقة في السر خصوصا، يعني تقسم الصدقات، ما حدش يطلع عليك وانت بتتصدق. والذكر اللي هو بيعدل، اللي هو افضل من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل، ده ثواب عظيم جدا. اكتبه، انا كنت قلته قبل كده في درس، مش هقدر اقول برضه عشان ما اطولش عليكم. ده لو قلته مره واحده افضل من انك انت تذكر ربنا 24 ساعه متصل. لو عملت الحاجات دي ان شاء الله تكون في يكون لك اجر 100 شهيد او 100 شهيد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدرجة الاعلى من الجنه. اقول قولي هذا، استغفر الله.